السلام عليكم اخواتي المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايره الصحه؟ كلشي مزيان؟ كنتمنىكم اللي شاف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنقدم معكم واحد حريشه زوينه واقتصاديه وخفيفه وزوينه، وكتجي في الكوتي وتجي في الفطور وتجي في كلشي. وانتم اخواتاتي غنقطع معكم واحد القطيعه وتشوفوا كي جات، تبارك الله. هانتوما كتشوفوا، هانتوما شاطر طباو زوينه. هانتوما كتشوفوا، هانتوما خواتي تلك جات، هانتوما جات مفشش تلك جات. وبقاو مع المقادير، هانتوما خواتاتي غنبدا معاكم الحريشه على بركه الله. اليوم غنديرو حرشه ديال السميده. عندي هنا جوج كيوس ديال السميده الرقيقه، عندي هنا كاس الحليب كبير، عندي هنا كاس سنيده ديال العنبه، عندي هنا كاس ديال الفورس، عندي ثلاثه الخمارات 8 غرام، عندي خميشات فاني، عندي جوج بيضات، عندي كاس الزيت، ها هو كاس ديال الزيت فيه خاصو شويه ما عامرش، عندي هنا الخل، عندي هنايا شويه الملح. غنبداو معاكم بسم الله، نبداو بالبيضات من الاولين، نديرو حرشه ديال المقله. نديرو الكاس تاع السنيده، نديرو معلقه ديال الخل، نبداو نضربو، نجيبو الضراب، سمحو ليا باقي مطبخ، غنضربو بسم الله. نضربو البيض السميدة والخل، نزيدو على الخميشة ديال الفاني، الخميشة ديال الفاني، نزيدو الكاس ديال الزيت، كبوه دقة وحدة، نزيدو الكاس ديال الحليب، الكاس الاول ديال السميده، زو الكاس الثاني ديال السميده، زو الكاس الثالث ديال الفورس، صافي. درتو هاد المقادير اخواتاتي تيك زوينه. من هذا الفيديو ان شاء الله يكون معجب ديالكم وحسن الظن ديالكم، سمحوا لي وقبلوا عليا. غنزيدو الخمارات، الخماره غنغربلها، تقدر يكونوا في هذوك الكويرات وما تفرق، ما تبقاو في هذوك الكويرات. هانتوما اخواتي وحده بالوحده كنغربل، نزيد هاد الجوجه التاني، تبدا النصيحه غتجيك غزاله تبارك الله، شتي؟
هانتم خواتاتي، هنجيبو المقلة نحطها على جنب، نهزو الفوق ونكبو. شتي كي غادي تجي، تجي زوينة. دايرة الفران على 180 درجة، وبقاو معنا حتى شكلناه. هانتوما خواتاتي كنشد واحد ماندلينا صغيوره، ليمونه صغيوره، وكنقطعها بحال هكا، كنقطعها بحال هكا بموس. هانتوما نزيد لها واحد الكاس ديال الماء، نزيد لها كاس تاع الماء، وكنديرها تغلي باش كنسقي هاد الحرشه، نسقي هاد الحرشه باش نسقيها، نديرها تغلي فوق البوطه. ديرها تغلي هنا، هاني درت داك الويمين الطيب، غنخليها تطيب مزيان، وغادي نسقيها بهداك الحريشة، هادي ها الويمينة وشوية السيرو، هانتوما تندير فيها معلقة السكر، وغنسقي بيها. سقي بها هاديك الحرشة، وبقاو معانا. هيا خواتاتي شتوها كطيب في الفران، هيا 150 درجة 180 درجة كطيب، وبقاو معانا تنجبدوها. هيا خواتاتي بعد ما طيبناها هانتوما كتشوفو، هانتوما غنصيبوها معاكم، نديرو لهنا السيرو، هاديك الليمونة ندهنوها بهاد السيرو، شتوها. هانتوما شتو نتهنت هاد السيرو مزيان، ونرشو عليها شوية الكوك، شتو كي جات الحلوة، حرشة كي جات، هانتوما كتشوفو خواتاتي، شتو كي جات، هانتوما كي جات. وانتم اخواتي بالصحة والريحة والسلام عليكم ورحمة الله.